عايزين نبتدي بقى الحكايه من الاول. فكره النادي الاهلي جت منين وابتديتوا الاول في الشارع ولا رحتوا النادي الاهلي وانتوا صغيرين؟ الاول النشأه فين؟ انتوا من انهي منطقه؟ من زهراء مصر القديمه. مصر القديمه. اه. كنت بتلعب كرة في الشارع؟ اه، وفي مركز شباب النهضه. مركز شباب النهضه. نعم. طب مين اللي شافكوا وانتوا صغيرين ورشح لكم النادي الاهلي؟ او انتوا رحتوا ازاي؟ سمعتوا عن النادي الاهلي ازاي؟ بص، هو احنا كان نفسنا من صغرنا نلعب في النادي الاهلي. واحنا كنا سمعنا اللي فيه اختبارات عن طريق مدرب. اه. فاحنا رحنا الاختبارات واتقابلنا احنا الاثنين الحمد لله. كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي بالظبط 11 سنه. 11 سنه. كويس. ابراهيم، رحتوا انتوا الاثنين مع بعض؟ لا، انا رحت قبليه بشويه، وبعد كده لما انا قابلت وكده رحت كلمت المدرب وهو جه بعديه. يعني ايه رحت قبله بشويه؟ يعني انا متعود عليكم انتوا الاثنين كل حاجه بتعملوها مع بعض. لا، المره دي انا رحت اختبرت قبليه وبعد كام يوم بقى؟ لا، بفتره يعني بحوالي بشهر حاجه زي كده. شهر. وبعد كده هو جه. ما خدتوش معاك ليه من الاول؟ هو النصيب. استكشف الاول وبعد كده تبلغه؟ الحمد لله يعني النصيب، والحمد لله اللي احنا يعني دخلنا النادي الاهلي احنا الاثنين. مين المدرب اللي خدك وانت صغير بتلعب في مركز شباب النهضه وخدك النادي الاهلي؟ مدرب اسمه سيد سيكا. كابتن سيد سيكا. هو اللي شافك وخدك الاول. طيب، لما رحت النادي الاهلي هناك مين اللي استقبلك اول مدرب في النادي الاهلي؟ كان كابتن جمال السيد وكابتن احمد جمال. جمال السيد. كابتن احمد جمال. وبعد ما قعدت شهر في النادي الاهلي بعد كده رحت واخد حسام معاه. قلت له تعالى بقى جرب. رحت كلمت المدرب عليه، والمدرب فعلا نزل وجه معانا النادي. خدت معاك حسام. والحمد لله واتقابلنا احنا اتنين ومضينا. اتقابلتوا من الاول على طول؟ يعني انا رحت كان يوم سبت. بعد كده دخلت معاهم في الفرقه، فجيت يوم الاثنين برده كملت، راح قال لي طلب مني الورق ومضيت يوم الاربعاء. كويس قوي. عايز اعرف بقى المراكز بقى تلعب ايه يا حسام؟ بس انا كنت في اول الموسم بلعب سيرد باك. كابتن سامر وكابتن احمد رؤوف راحوا موظفيني فيرو. يعني انت الاول اول ما انضميت للنادي الاهلي توظفت مساك. سيرد باك. وبعد كده كابتن سامر السنه دي لعبت كام ماتش سيرد باك وسجلت كمان في وانا سيرد باك. وبعد كده كابتن سامر لعبني فيرو. بعد كده السنه دي انت بتلعب فيرو وبتسجل. لعبت اول ماتشين، سجلت في الماتشين الحمد لله. كويس. حسام خلاص عرفنا ان هو مهاجم وبيلعب ومسجل اهداف دلوقتي بعد المركز الجديد بتاعه. ابراهيم بتلعب ايه؟ وانا برضو يعني بدات الموسم كديفندر 6 ولعبت، كان في اول ماتش ودي ليا مع كابتن سامر، فانا ظهرت بشكل كويس في الماتش ده، فبعد كده راح وقف معايا وكلمني وقال لي انا عايز اوظفك في مكان تاني. فبعد كده جيت التمرين اللي بعديها لقيت نفسي صانع العاب. يعني لعبت ديفندر وصانع العاب. وحسام كان الاول مساك. وبعد كده لعب مهاجم. وبتقدروا تجيدوا في الحتتين. الحمد لله. وبرده ماتش بيراميدز اللي هناك لعبني هاف، والحمد لله سجلت هدف برده ما شاء الله. فرقه 2006 عندنا فرقه محترمه جدا ما شاء الله، وزعنا لكم هنا ماتشات كمان، لسه هنتكلم عن اذاعه المباريات.